مشاهدينا الكرام نشير إلى هذه العواجل الظاهرة على شاشاتنا. وخلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استعرض السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رؤية الوزارة لمواجهة التحديات الراهنة بمشاركة جميع أطراف العملية التعليمية. ولفت الوزير في بداية عرضه إلى أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منوها إلى أنه خلال العام الدراسي 2023-2024 التحق نحو 25 مليون طالب بالمدارس الحكومية والخاصة. وانطلاقا من ذلك أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن رؤية الوزارة قد جاءت في ضوء التأسيس لمشروعات تطوير التعليم القادمة واستكمالا لما سبق من تطوير في مختلف المجالات، وكذا تحقيق مبادئ من أهمها بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، إلى جانب ترسيخ القيم الحضارية والروحية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار. وأكد السيد محمد عبد اللطيف أنه في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حاليا بوضع استراتيجية فعالة لمواجهة التحديات الراهنة من خلال مشاركة جميع أطراف العملية السياسية. وقال الوزير أنه في ضوء الزيارات الميدانية التي تمت خلال الشهر الماضي في نحو 10 محافظات والاجتماعات التي عقدت مع أكثر من 200 من مديري إدارات التعليمية للوقوف على أهم المعوقات التي تواجه العملية التعليمية على أرض الواقع، انتهت الوزارة إلى وضع خطة لأهم التحديات التي تتمثل في العجز في أعداد المعلمين والكثافات الطلابية بالفصول وارتفاع نسب الغياب بالمدارس وإعادة هيكلة التعليم الثانوي. ففيما يخص العجز في أعداد المعلمين، أوضح وزير التربية والتعليم أن خطة الوزارة للمواجهة تتضمن استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنوياً وتفعيل قانون مد الخدمة رقم 15 لسنة 2024 والتعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة للعمل طبقا لاحتياج كل إدارة تعليمية والاستعانة بالخريجين لأداء الخدمة العامة بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي. واستكمالا أيضا بالنسبة للكثافات الطلابية، أفاد الوزير بأنه سيتم طرح عدد من الأنماط لمواجهة ارتفاع الكثافة الطلابية بحيث تطبق تباعا على مستوى كل إدارة تعليمية طبقا لطبيعتها، ومن ذلك على سبيل المثال نقل المدارس الثانوية بالفترة المسائية والاستفادة من هذه المدارس في الفترة الصباحية بنقل المدارس الإعدادية لها، ومن ثم الاستفادة من تلك المدارس الإعدادية التي تم نقل طلابها واستغلالها لصالح طلاب المرحلة الابتدائية طبقا لطبيعة كل إدارة تعليمية. ولفت السيد محمد عبد اللطيف إلى عدد من الحلول الأخرى لإشكالية الكثافات الطلابية، ومنها أيضا تطبيق فكرة الفصل المتحرك، وذلك من خلال تحريك فصل في المرحلة ليكون في غرفة نشاط أو تربية رياضية، وهو نظام متبع في عدة دول متقدمة. وحول ارتفاع نسب الغياب بالمدارس، أكد الوزير أن الوزارة تعمل على إخراج وإنتاج فلسفة تحفيز تساعد على ارتباط الطالب بالمدرسة والدفع بالطلاب بهدف تحقيق الذات عن طريق تحقيق نجاحات والتركيز على الأنشطة المدرسية. ونوه وزير التربية والتعليم في هذا الصدد إلى تعديل لائحة الانضباط المدرسي، مشيرا إلى أهمية تطبيق هذه الإجراءات من حيث استرجاع هيبة المعلم وتحسين مهارات الطلاب. وفيما يخص إعادة هيكلة التعليم الثانوي، أوضح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة اعتمدت في رؤيتها على ما سبق من تطوير في نظام التعليم وتم إطلاقه عام 2018-2019 على أن تكون التعديلات استعدادا وتمهيدا لهذا الجيل الذي سيلتحق بالمرحلة الثانوية بحلول 2027-2028 جنبا إلى جنب، مع تطوير المناهج بما يحقق اكتمال مراحل التطوير المستهدفة في 2030. ولفت إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، وقامت أيضا بدراسة المناهج مع المركز القومي للبحوث وأساتذة كليات التربية، وكذا دراسة أنظمة التعليم في عدة دول أجنبية.
أيضا أكد الوزير أن أهم ما يميز منهجية الهيكلة الجديدة للمواد الدراسية هو إتاحة الوقت للتركيز على إكساب الطلاب المهارات والمعارف من خلال طرق التدريس، لافتا إلى ضرورة مواكبة التعليم لسوق العمل الذي يشهد تغيرات متسارعة في الاقتصاد والتكنولوجيا، كما نوه إلى أنه تماشيا مع تلك التغيرات وتلبية لمتطلبات سوق العمل سوف تقوم الوزارة بحلول 2026-2027 بإنشاء أنشطة تدريس للبرمجة لصفوف المرحلة الثانوية بما يساعد على إكساب الطلاب مهارات البرمجة. وفي ختام عرضه أكد سيد محمد عبد اللطيف وجود بعض المميزات الأخرى للتغيير في نظام المرحلة الثانوية، وهي التأكيد على الهوية الوطنية وإكساب المرحلة أو الطلاب المهارات اللازمة لمتطلبات سوق العمل، والتركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة وأساسية وزيادة عدد الحصص المقررة لها في سبيل إتقانها، فضلا عن استعادة الدور التربوي للمدرسة. وعقب انتهاء وزير التربية والتعليم من العرض تم فتح باب المناقشة للوزراء الذين عقبوا على ما تم استعراضه من قبل السيد الوزير.